جينا احنا على قضية التوافق الإقليمي، أسألك سؤال أبو مناف، أريد منك إجابة صريحة، هل هنالك ما يقلقكم سرا أو مستقبلا من التقارب السعودي الإيراني؟ أنا أعرف التقارب ممتاز، جيد جدا، علاقات دولية أبداً. توافق دولي كذا، لكن بالغاطس ما لا يقال. لا لا أبدا، لا يوجد غاطس في هذا الجانب. العراق هو كان الوسيط ما بين العراق والسعودية لفترة طويلة، والآن أيضا هو أصبح نوع من شكل نوع من الجسر أيضا ما بين إيران ومصر، فلا يوجد غاطس في هذا الجانب. العراق لا يتحفظ من هذا التوافق الإقليمي، بالعكس قلت لك اليوم العمل يفترض أن يكون بشكل يعني تجمع دولي. يعني لحد الآن لا يوجد غاطس، بالعكس والعراق ينهى بنفسه على المحاور وده يشتغل وفق مصالحه على مسافة واحدة من الكل. هذا توجه دولة رئيس الوزراء. الآن بدأت تتلملم هاي الأمور باتجاه أفضل من يعني سنة وجاي سنتين وجاي، بدأت تتلملم وتوجت أخيرا بفتح ملف التوافقات الإقليمية، وهذا شيء يخدمنا تماما إذا نقدر. وين هذا الملف؟ شو التوجه؟ هو الاستثمار. هذا التوافق الإقليمي يا أستاذ سبهان، هذا التوافق فتح ملف التوافق الإقليمي، نعم، لكن قد عاد بالنفع على هذه الدول. أسأل وزير المالية وأسأل وزير التجارة، نعم، والمختصين، إيش قد مستوى التكامل الاقتصادي لصالح إيران مع العراق، وإيش قد مستوى التكامل الاقتصادي مع تركيا لصالح تركيا؟ هو إحنا شو اللي ماخذينه؟ إحنا قياتنا ما ماخذين، اللي يكفلها القانون الدولي ما ماخذينه. هم ينتفعون. اللي أخذناه يا أستاذ نجم، نعم، الحبيب، اللي أخذناه أنه بدأ التوجه علينا، بدأ التوجه للتعاون مع العراق لمساعدته في استقراره ولمساعدته في تنميته الاقتصادية وللدخول كمستثمرين في هذا التوجه لم يكن سابقا. بس فسر لي هاي استاذ، ما صار أشهر استاذ سبهان، طريق التنمية قلت لك بس هاي بس على ضوء، بس عوف التنمية، التوجه بمساعدة، نعم، استقرار العراق، هاي فسر لي اياها، ما افتهمتها. هاي قلت لك يعني قلت لك باللحظات يعني بالشطر الأول أنه المصلحة الدولية والمصلحة الإقليمية أصبحت تتطلب استقرار العراق وفتح ممرات نقل الطاقة إلى أوروبا من منابعها بالشرق الأوسط، وأيضا العراق سوق واعد لكل مستثمر، أغلب رؤوس الأموال بفرص استثمارية كبيرة جدا. هاي اليوم تجبر تركيا أن تنظر بنظرة أخرى للعراق وتبني علاقات متينة على أساس المصالح المشتركة، تجبر إيران لأن تتعامل مع العراق اليوم كدولة تريد تبني نفسها ومصالحك مشتركة ما بينها وبين هذا البلد. ونحن ليس بالضد من إيران ولا بالضد من تركيا ولا بالضد من ولا الخليج، ولا احنا ايضا بالضد بأسئلتنا يا استاذ سبهان، لكن الان بالطريقة التي انت تتحدث بها، نعم، الان طريق التنمية الجديد الذي سيذهب الى اوروبا عن طريق تركيا، احنا متفضلين على الاتراك بهذا الموضوع وسنقدم خدمة دولية وسوف تستفاد تركيا. واحد قولوا لهم سووا لكم حسنة وحدة ويانا، ما يصير انا اظل بقره حلوب للعالم كله، حسنه وحده تطونا ميه الفرات. انا معاك ودجله جف، ليش ما تتم هاي النقاشات؟ هل فعلا تم اختار الجانب التركي بهذا؟ عمي هذا اللي دا نسوي لكم اياه، تطونا ميه.